اللواء البحسني يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسجدات الأوضاع في اليمن. اللواء الزبيدي يتفقد سير العمل في الجمعية العمومية في العاصمة عدن. خلال زيارة مفاجئة، رئيس الوزراء يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق، ويقوم بزيارة إلى رئاسة مصلحة الجمارك. تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المحافظات اليمنية المحررة. محافظ حضرموت يدشن بمديرية حجر فعاليات أسبوع النظافة والبيئة، ويتفقد ويضع حجر الأساس لبعض المشاريع في المديرية.